الحقيقة أنه العالم كله بيواجه تحديات سكانية وتنموية، وأيضا تحديات بما يتعلق بالموارد الطبيعية الموجودة في العالم كله. رؤية حضرتك لهذا المؤتمر أهميته وأهمية انعقاده في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني يمكن المؤتمر تركيزه على التنمية، تنمية الإنسان والتنمية البشرية هي أهم حاجة بتميزه، لأن النسخة التانية ديت معظم الجلسات اللي موجودة فيها هي تركيزها الأساسي على كيفية بناء الإنسان، وبالتالي الإطلاق الحقيقي لمشروع بداية، لأنه بداية لتنمية الإنسان هي يمكن مش أنشطة عادية أو مجرد إن احنا تجربة هنجربها، لا، هي رسالة فعلا بتسعى ليها الدولة المصرية منذ بداية يمكن استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، لأنه هو كان هدفه الأساسي كيف نبني الإنسان. فالمؤتمر بيركز في أكثر من 130 جلسة من جلساته على كيفية فعلا بناء الإنسان المصري، على كيفية الربط ما بين الصحة وما بين التنمية وما بين قدرة الإنسان على مواجهة التحديات الموجودة حاليا. يعني زي ما حضرتك قلتي، احنا كلنا بنمر بتحديات كبيرة جدا، سواء تحديات على مستوى السياسي، تحديات على مستوى الاقتصادي، تحديات على المستوى الاجتماعي. ويمكن المستوى الاجتماعي دي من أهم النقاط اللي يجب التركيز عليها داخليا. خارجيا في جهات مسؤولة عن كيفية التعامل مع التحديات السياسية أو التحديات الاقتصادية، لكن داخليا احنا عندنا في أزمة اجتماعية كبيرة جدا، وخاصة مع الشباب ومع النساء، لأن هم دورهم وقدرتهم على مواجهة التحديات فعلا لسه مش جاهزة، محتاجة تجهز ومحتاجة شغل عليها كتير جدا. والشغل ده مش بتاع وزارة الصحة بس، لا، الشغل ده بتاع كافة الوزارات الشريكة في مشروع بداية، سواء التعليم، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة، التضامن، كل المجالس القومية المتخصصة المفروض ان هي كمان شريك في هذه المبادرة. فبالتالي المؤتمر يمكن هو مش مؤتمر صحة قد ما هو مؤتمر للتنمية وبناء الإنسان المصري. طيب قد يتساءل بعض، يعني إيه بناء الإنسان؟ يعني إيه تنمية الإنسان؟ تنمية الإنسان يعني إزاي أنا أغير الخصائص السكانية للمواطن المصري، أو الخصائص الإنسان. خصائص الإنسان يعني إيه؟ يعني أنا صحتي تكون كويسة، باخد خدمات صحية ذات جودة، أكون تعليمي متميز، أكون عندي القدرة على التعلم وليس التعليم فقط، قدرتي على مواجهة التغيرات، فهم التغيرات، تحديد يا ترى إيه الصح اللي بيوصلي وإيه الغلط، لأن دي مشكلة كبيرة جدا دلوقتي لدى معظم المجتمعات مش بس في مصر، إنه يا ترى الرسالة اللي جاية لي رسالة صحيحة ولا رسالة خاطئة. يمكن حضرتك قلت نقطة مهمة جدا في التعليم، وأنا بتابع الفقرة السابقة، يا ترى المعلومة اللي جاية لي أو اللي بيقدم المعلومة بيقدمها صح ولا غلط؟ إزاي أنا أقدر أحدد ده لو أنا ما عنديش الوعي الكافي؟ ما عنديش ثقافة كويسة، ما عنديش البرامج اللي بتعمل تقييم للرسائل اللي بتقدم للمجتمع. كل ده بيأثر جدا على قدرة الإنسان في مواجهة التحديات الحقيقية اللي موجودة في الوقت الحالي. وزي ما قلت لحضرتك وقلت لحضرتك إن التحديات الاجتماعية خطيرة جدا، لأنه عدم وعي الإنسان بالتحديات المحيطة به ده بيخليه ممكن يلجأ إلى سلوكيات أو تصرفات بتأذيه أكتر.